في حد ما بيحبش البرجر او الفرنش فرايز؟ السلام عليكم. الوجبات السريعه او الفاست فود من اكتر الحاجات المؤذيه اللي ممكن تعملها لصحتك وجسمك. الاكل ده بيبقى فيه نسبه عاليه جدا من الصوديوم اللي هي الاملاح والكوليسترول والزيوت والسعرات الحراريه العاليه، وعلى الجانب التاني بيبقى قليل في الفيتامينات والالياف. ده غير ان انت طبعا مش عارف مصدر الاكل ايه، وكلنا بنسمع كل يوم قفشه ومش عارف مطعم ايه وقفلوه، قفلوا مش عارف مين محل ايه بيقدم اكل ايه بايظ فاسد مضروب مش عارف ايه. فطبعا كل الحاجات دي تماما تبقى عارف ان هي مش صحية. طيب دي الحاجات اللي احنا بنبقى شايفينها، طب ايه المخاطر بقى التانية؟ اول حاجة انها بتزود الانسولين ريزيستنس او اللي هي مقاومة الانسولين في الجسم، وبالتالي ممكن تبقى تؤدي للواحد انه بعد الشهر يجيله مرض السكر. اخر دراسة اتكلمت في الموضوع ده بتقولك لو انت في الاسبوع بتاكل على الاقل وجبتين اللي هما فاست فود، تمام، بسهولة جدا هتزيد 4 كيلو وتدخل نفسك في السمنة بسهولة. فما بالك بقى اللي طبعا ايه ليل نهار قاعد مقضيها فاست فود. برضه في مشاكل كتير قوي ممكن تحصل في القلب زي تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، غير بقى طبعا الحاجات اللي بعد الشر يعني ممكن بتحصل زي حالات التسمم الغذائي وعسر الهضم والتهابات المعده والتهابات القولون، وتقعد بعد الشر الواحد ياخد في ادويه تعالج بالاسابيع. كل ده عشان ايه؟ عشان وجبات سريعه. وطبعا كل الكلام ده ما بيعتبرش حاجه مفيده جدا في بناء العضلات يعني. ويا ريت لو حد عنده اي استفسار او اي سؤال يبعت لي وان شاء الله هرد عليه. والسلام عليكم. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا سبسكرايب على اللينك اللي تحت.